حديث في الحته دي طبعا مختلط، بس بحقيقة اللي انت اتكلمت في النقطه دي لان البعض شايف ان القصه كارتلون ليه ما لعبش بالاساسيين بالظبط، طب ادى لعيبه برضو يعني عايز يشوفها ادها اكتر، طب ليه طب ما كان يلعب بالاساسيين، طب ليه لعب الشناوي وهو مصاب، طب ده شريف اكرام نزل مش جاهز، هتسمع كلام كتير جدا. لكن هي كلمتك اللي انت قلتها بشكل مميز جدا وبشكل واقعي ان لازم الهدوء خالص في الفتره دي بالزبط. ساعات يعني ساعات وايام، يعني هو اسبوع فاصل في نهاية افريقيا امام الترجي المنتشي الفائز على اول اغسطس الانجولي في مباراه كبيره جدا على ملعبه، وان المباراه القادمه يوم الجمعه في برج العرب مباراه كبيره قوي امير، ومباراه تقيله جدا ومباراه قويه جدا. حراسه المرمى بلا شك بلا شك النادي الاهلي يمتلك افضل اثنين حراس مرمى في مصر، والدليل ان هما الاثنين كانوا موجودين في كاس العالم واثنين حراس كبار، شناوي اللي حرس عرين المنتخب المصري في كاس العالم، واكرام الحارس المتالق دائما. لما يكون حارس المرمى بعيد شويه عن المشاركه واي لاعب حسيت المباراه دي شكل تاني، حسيت المباراه وحساسيه المرمى وحساسيه اللعب في المباريات بتختلف كتير جدا، وبالتالي لازم يبقى فيه عذر للعيبه اللي بتقعد شويه وبتشارك شويه، ولكن ايضا في مسؤوليه كبيره على اللاعبين. ولكن في النهايه امير اثنين حراس مرمى كبار جدا ايا كان فيهم مين اللي هيقف في المباراه الهامه جدا، هما الاثنين يستحقوا انهم يحرسوا عرين النادي الاهلي طبعا. لكن الشناوي انا بطمنك هو سليم وهيكون سليم جاهز للمباراه، كمان كابتن سعد سمير سليم واسلام محارب سليم، وان شاء الله ان شاء الله يكون الكابتن احمد فتحي ان شاء الله قادر انه يشارك في هذه المباراه، هيبقى قادر ان شاء الله، الاصابه بتاعته بسيطه جدا ان شاء الله هيقدر ان هو يشارك في هذه المباراه، هو احد العناصر الخبره بتحديد النادي الاهلي محتاجها، وكمان قدراته الفنيه عاليه جدا، يعني احمد فتحي مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، فبالتالي ان شاء الله القائمه كلها تعتبر مكتمله فيما عدا جونيور اجاييه وعلي معلول الاصابات الطويله بالنسبه لهم. لكن بمناسبه الترجي يا استاذ ايهاب، وميزه مهمه جدا ان مباراتي النهائي هيكونوا بالفار، لان احنا بعد يعني انا شخصيا اتفرجت على مباراه الترجي الاخيره امام فريق اول اغسطس الانجولي، ويمكن اتلغى الفريق اول اغسطس هدف صحيح 100% بالزبط. كان كافي جدا ان هو يأهلهم للمباراه النهائيه، فالتحكيم الافريقي دايما بيبقى فيه مشاكل، فميزه كبيره جدا ان مباراتي النهائي يكونوا بتقنيه الفار عشان يعني يبقى فيه عدل كبير جدا للفريقين، يعني هتكون عليا وعليك، فبالتالي ان شاء الله هتكون خطوه مهمه جدا في المباراتين دول يا استاذ. هي حاجه مطمئنه طبعا، وان تبقى تقنيه الفار في النهائي يا امير دي حاجه كويسه بصراحه، ودي حاجه بتبعث طمأنينة. أنا كل ما أتمناه إن شاء الله إن شاء الله إن الفريق في مباراة الجمعة يكون يعني يكون في يومه وتكون مباراته، لأن أنا أشعر إن شاء الله أن النهائي يحسم من المباراة الأولى، ولازم عندنا صعبة شوية حذر. لا خالص بالعكس، يعني طبعا لازم نقول ان الترجي فرقه محترمه، لازم نقول ان الترجي اختلف تماما عن بدايته للبطوله، نقول هو مفنش كويس قوي في الدور قبل النهائي امام بطل انجولا، عامل مباراه تاريخيه على ملعبه، الفوز برباعيه 4-2، يعني بطل انجولا بيحرز، الترجي بيحرز هدفين، يرجع بطل انجولا يتعادل، المباراه خلاص خرجت تماما وبعدت عن الحيز اللي المفروض يكون الكره فيه، خلصت وانتهت والمباراه، يرجع تاني الترجي في مباراه انا عايز اقول لك يعني من افضل مباريات الترجي التونسي في البطوله بالزبط. هذا الموسم بترجع له امل كبير جدا وبتدي الجمهور ثقه كبيره جدا، فبالتالي طبعا منافسه قويه جدا، لكن انا بقول لك ان شاء الله على استاد وملعب برج العرب يوم الجمعه بحضور جماهير النادي الاهلي، وحط تحت كلمة أكيد جماهير أكيد. النادي الأهلي أمير 50 خط هيبقى ليها شكل تاني طبعا. وخليني برضه أقول لك أنقلك برضه من حراسة المرمى عندنا لحراسة المرمى في الترجي، والشعباني بيختار حارس الترجي أمام الأهلي. قصة حراسة المرمى هناك مقلقة جدا، سواء كان رامي الجريدي أو كان معز بن شريفية، الأمور تختلف طبعا، كلنا عارفين أن معز بن شريفية هو الحارس الأساسي اللي كان بيقف على طول، ولكن رامي الجريدي أخد الفترة اللي فاتت، لكن كان عنده سوء حظ في بعض الكرات، إدى معز بن شريفية في مباراة الدوري اللي فاتت رغم أن فرقته فازت بشكل كبير، إنما رجع تاني يعني النهاردة كده بيدي الأمل والثقة لرامي الجريدي، ويبدو أن رامي الجريدي هو اللي يقف المباراة. أكيد برضه هم حراس كبار
واكيد برضو في كل فرقه فيها بعض المناطق كده اللي اكيد المنافس شايفها بشكل كبير، لكن خلاص يا امير قفلت قوي وضاقت قوي، وكل فرقه متشافه بالمزوره، كل فرقه متشافه خلاص. النهارده بقتش يعني النهارده عايز تشوف الترجي هتجيب الماتشين بتوع بطل انجولا وهتجيب اخر مباراته في الدوري، نفس القصه نفس القصه هتجيب مباراته فاق صفر للنادي الاهلي ومباراته الاخيره طبعا في الدوله وفي البطوله العربيه هتشوف طبعا الشكل العام. يبقى التوفيق ويبقى ان شاء الله مستر كارتلون كده واللعيبه يكونوا في يومهم وربنا يوفقهم ان شاء الله. هو بصراحه رامي الجريدي في المباراه الاخيره بالتحديد امام فريق اول اغسطس يعني كان غلط اكتر من غلطه، وكان منهم غلطات اهداف، وبالتحديد كمان الهدف اللي ما اتحسبش كانت غلطته برده، فما كانش موفق خالص. فدي حاجه كبيره جدا بالنسبه له ان هم يدوا له الثقه مره اخرى الجهاز الفني بالنسبه لفريق الترجي ان هو يلعب المباراه النهائيه. نتمنى ان شاء الله ان هي تكون مباراه كبيره وبالتحديد ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب نكمل بقيه اخبار الفريق. اتفضل يا امير. بالتحديد نتكلم عن هشام محمد ومحمد هاني اللي بيأدوا جلسات استشفائيه على هامش مران الاهلي، يمكن عندهم بعض الاجهاد كده خلال الفتره اللي فاتت، وكان عندهم تدريبات استشفائيه في الجيم. يمكن الاثنين لاعبين ايضا مهمين سواء هيكونوا اساسي او احتياطي، الاثنين عندهم قدرات كبيره جدا وان شاء الله يكونوا اضافه للفريق على حسب الاحتياجات الفنيه لمستر باتريس كارترون والكابتن محمد يوسف في هذه المباراه او في مجموع المباراتين بشكل عام. احمد فتحي زي ما قلنا خلاص بيكتفي بتدريبات بدنيه واستشفائيه من مران الاهلي، واكيد شيء مهم جدا ان شاء الله ان احمد فتحي يكون لائق 100% لخوض المباراه لانه عنصر مهم جدا زي ما قلنا. طبعا من ضمن الاخبار ايضا المهمه يا استاذ ايهاب وهي خاصه بالشيف الدالي محمد الدالي اللي هيكون متواجد مع النادي الاهلي في تونس. هو دايما بيكون متواجد مع الفريق علشان يشيل كل العقبات الخاصه بالطعام. الطعام هناك مش وحش على فكره، لكن دايما اللاعبين بيبقى ليهم وجبات معينه وامور خاصه بيهم بالتنسيق طبعا مع استاذ والدكتور هاني وهبه اخصائي التغذيه بالنادي الاهلي، فاكيد ده شيء مهم. وبالمناسبه شيف محمد الدالي دايما بيبقى وشه حلو، يعني لما كنا بنسافر قبل كده كذا مره الراجل كان بيبقى موجود والاهلي كان بيفوز. لك ان شاء الله وشه حلو ولا اكله حلو؟ الاثنين. لا شكله بيتوصى بيك يا امير. لا لا ان شاء الله شيف محمد الدالي لا حاجه بصراحة. يعني طبعا راجل محترم جدا. وعايز اقول لك حاجه، وشه حلو واكله حلو. دي حقيقه بصراحه. الراجل ان شاء الله يكون وشه حلو على النادي الاهلي ويقدر الفريق ان هو يرجع من رادس هناك بالفوز. بمناسبه رادس يعني النغمه بتاعت ان النادي الاهلي يا استاذ ايهاب دايما بيفوز هناك والنادي الاهلي موفق مش شرط. خليني اقول لك ان فريق الترجي التونسي اخر مره وصل لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا كان 2012 قدام النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر ان هو يفوز في المباراه دي بنتيجه 2-1. كانت مباراه العوده بعد ما تعادلنا 1-1 في برج العرب، جده وليد سليمان جابوا لنا جونين. وبالتالي ده كانت اخر مره يوصل فيها فريق الترجي للمباراه النهائيه، من ساعتها دي اول مره يوصلوا بعد هذا النهائي وايضا امام النادي الاهلي، فبالتالي هيكون عندهم دوافع وحوافز كبيره جدا المره دي ان هم يفوزوا على النادي الاهلي ويكسروا عقده ان النادي الاهلي بيكسب في رادس. فمش عايزين نتفائل بالجزئيه دي، عايزين نركز ان الاهم ان شاء الله الفريق في مجموع المباراتين يقدر ان هو يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي والمهم والاسمى لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الوضع طبعا مختلف يا امير طبعا. لان طبعا جماهير النادي الاهلي عندها استاذ برجاوي بصراحه جاب لنا الاهداف اهي يا استاذ ايهاب. مباراه تاريخيه طبعا، مباراه تاريخيه ومباراه كبيره. انا بقى كنت محظوظ، كنت في الملعب. ما انا كنت موجود برضو لو كنت تفتكر في الملعب. وحاجه طبعا يعني مش عايز اقول لك اجواء كانت تحفه بصراحه قويه. وكنت بيني وبينك يعني متراهن مع زميلنا هيثم الرشدي، وكنا عاملين بس مشترك كده. وقلت له طبعا يا هيثم بص انا يعني خدها مني خدها مني كلمه، احنا يعني الماتش الاهلي النهارده رغم ان كان في لعيبه كبار في المباراه دي قاعدين على الدكه، لكن الهدف ده تحديدا تحديدا هدف كان يعني قاتل. وعايز اقول لك كانت مباراه كبيره جدا، السيد حمدي عمل فيها مباراه رائعه جدا وادى بشكل كويس، كل اللعيبه ادت، احمد شديد ناس لعيبه. لا بس في لعيب بالتحديد يا استاذ ايهاب في المباراه دي ما ينفعش ننساه خالص، حسام غالي. ده كان يعني من افضل مباريات في تاريخ حسام غالي الماتش ده. شوف ما فيش مباراه اداها حسام غالي ما تقدرش تقول عليه انه كان راجل المباراه طبعا، لكن هذه المباراه تحديدا يمكن تكمل الحديث على حسام غالي على الكابتانه بشكل كبير جدا. اعلام التونسي اتكلم بيه، كابتن طارق دياب اتكلم بشكل كبير جدا وقال واحد من افضل اللاعبين، لكن قال جمله كبيره جدا تفكرتني بيها. قال صعب جدا صعب جدا انك في مباراه وفي يوم واحد بتلاقي 11 لاعب عندك في يومهم بالظبط. قال كده بالظبط، قال ان ال 11 لاعب بتوع النادي الاهلي في هذه المباراه كانوا في يومهم وادوا
بشكل كبير ان شاء الله يوم 2/11 يوم 9/11 لعيبه النادي الاهلي تكون في يومها امير يا رب ان شاء الله. من ضمن الاخبار ايضا خاصه بفريق الترجي ان هو خلاص هيوصل بكره المطار برج العرب عشان يبتدي استعداداته او يستكمل استعداداته لمباراه الذهاب امام النادي الاهلي ان شاء الله يوم 2 ويوم الجمعه بالتحديد. هيوصلوا هيكون عندهم تدريبين على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب حسب لوائح طبعا الكاف، واكيد هتكون استعدادات مهمه جدا لكلا الفرقتين ان شاء الله. ان شاء الله دعوات كل المصريين مش الاهلاويه بس ان النادي الاهلي يكون موفق في هذا اللقاء وان شاء الله يقدر ان هو يحقق نتيجه مريحه. يمكن الموضوع ممكن يكون صعب شويه لان الفرقتين طبعا كبار ومواجهات شمال افريقيا دايما بتمتاز بالقوه والنديه، وخصوصا ان انت بتلعب فريق كبير جدا بحجم نادي الترجي التونسي، لكن ان شاء الله فريق النادي الاهلي يكون موفق يقدر ان هو يحرز اهداف تريحنا شويه. انا اتمنى عن نفسي يا بوب 2-0 يبقى حلو مش وحش، ومباراه العوده ان شاء الله نتعامل معاها حتى لو 1-0 اهم حاجه ما يجيش فينا هدف يا استاذ ايهاب. تتفق معايا؟ انا عمري ما اختلف معاك على حاجه، انت عارف انا احبك قد ايه. انت حبيبي يا بابا والله، ودمعا على فكره رايك بتبقى حلوه دايما يا امير وبتعجبني. وانا على خلي بالك لو انت مبسوط قراءتي اللي انت بتبقى معانا مبسوط 24 قراءه، انا ببقى مبسوط دايما ان انا موجود معاك، دي اضافه ليا بصراحه. لا ربنا يخليك، بالعكس انت 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 اضافه للقناه كبيره جدا. لكن يا امير هي الماتشات دي تمشي بظروفها بالظبط، يعني تمشي بظروفها وحسب خط سيرها. ان شاء الله النادي الاهلي يطلع بالنتيجه اللي تساعده في المباراة الختامية انه ان شاء الله يستعيد الكأس الافريقية الغالية الغايبة، طبعا بعد سيناريو يعني حزين الموسم الماضي وخروج النادي الاهلي. خلينا اقول لك ان كل الامور اللي حصلت الموسم اللي فات السنة دي مش شايفينها الحمد لله. كابتن محمد يوسف عامل شغل على اعلى مستوى في الجانب الاداري، وقبله كمان عامل شغل كبير جدا مع الجانب الفني مع جهازه طبعا مع مستر باتريس كارترون مقدمين بشكل كويس جدا. ايا كانت النتيجه جمهور النادي الاهلي في برج العرب بيشجع 90 دقيقه بشكل مثالي يا امير، وبيأدي بشكل كويس ايا كانت النتيجه تعادل ايا كانت النتيجه فوز للنادي الاهلي. كلنا ثقه في النادي الاهلي انه ان شاء الله البطوله دي بتاعته، وان شاء الله متمسك بالبطوله، وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي خاصه في المواجهه الاولى. امين يا رب يا رب ان شاء الله.